أصدقائنا الأوفياء متابعين قناتنا على اليوتيوب قناة من أسلي مجيد، السلام عليكم. لا زلنا مع سلسلة علماء ومفكرون، واليوم مع الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، والحلقة تحمل رقم 7. يعد هذا الفيديو من الفيديوهات المهمة التي تتناول حياة الشيخ طاهر بن عاشور ودوره في تجديد الفكر الإسلامي. ودون أن أطيل عليكم، أترككم مع محتوى الفيديو وأتمنى أن ينال رضاكم. وللتذكير، فإن المادة الصوتية للفيديو مصممة بالذكاء الاصطناعي من جوجل بار. وعلى بركة الله نبدأ. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 1296 هجرية 1879 إلى 13 رجب 1393 هجرية 12 من أغسطس 1973، عالم وفقيه تونسي. أسرته منحدرة من الأندلس، ترجع أصولها إلى أشراف الأدارسة. تعلم بجامع الزيتونة ثم أصبح من كبار أساتذته. كان على موعد مع لقاء الإمام محمد عبده في تونس عندما زارها الأخير في رجب 1321 هجرية الموافقة 1903 ميلادية. تولى مشيخة الجامع الأعظم بتونس في 1924، وظل في هذا المنصب حتى وفاته. كان من أبرز علماء عصره، وصاحب العديد من المؤلفات في مختلف العلوم الإسلامية، منها تفسير التحرير والتنوير، وهو تفسير القرآن الكريم من أهم تفاسير العصر الحديث، أصول الفقه الاستدلالية، وهو كتاب في أصول الفقه يعتمد على القواعد المنطقية، مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو كتاب في مقاصد الشريعة الإسلامية، مناهج البحث العلمي، وهو كتاب في مناهج البحث العلمي. كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من المصلحين الدينيين الذين دعوا إلى تجديد الفكر الإسلامي وإلى التوفيق بين الإسلام والحداثة. كان له تأثير كبير على الفكر الإسلامي في تونس وخارجها. ترك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تراثا علميا كبيرا يربو على 100 كتاب ورسالة، تنوعت بين العلوم الإسلامية واللغوية والأدبية. مؤلفاته في العلوم الإسلامية تفسير التحرير والتنوير، وهو تفسير القرآن الكريم من أهم تفاسير العصر الحديث، مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو كتاب في مقاصد الشريعة الإسلامية، أصول الفقه الاستدلالية، وهو كتاب في أصول الفقه يعتمد على القواعد المنطقية، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، وهو كتاب في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، أليس الصبح بقريب، وهو كتاب في الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، الوقف وآثاره في الإسلام، وهو كتاب في الوقف وآثاره في الإسلام، التوضيح والتصحيح في أصول الفقه، وهو حاشية على كتاب التنقيح للقرافي، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، وهو شرح على كتاب الموطأ للإمام مالك. مؤلفاته في اللغة العربية وأدابها أصول الإنشاء والخطابة، وهو كتاب في أصول الإنشاء والخطابة، موجز البلاغة، وهو كتاب في البلاغة العربية، شرح لمقدمة المرزوقي لشرح ديوان الحماسة، وهو شرح لمقدمة المرزوقي لشرح ديوان الحماسة لأبي تماما، شرح قصيدة الأعشى، وهو شرح لقصيدة الأعشى، ديوان النابغة الذبياني، وهو تحقيق لديوان النابغة الذبياني، شرح معلقة أمرئ القيس، وهو شرح لمعلقة أمرئ القيس، ديوان بشار مقدمة وتحقيق، وهو تحقيق لديوان بشار بن بردن. مؤلفاته الأخرى الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني، تحقيق قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان القيسي، تحقيق سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي، تحقيق
تأثير مؤلفاته. حظيت مؤلفات الشيخ محمد الطاهر بن عاشور باهتمام كبير من العلماء والباحثين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وقد ترجمت العديد من هذه المؤلفات إلى اللغات الأجنبية مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية. كان للشيخ ابن عاشور تأثير كبير على الفكر الإسلامي في تونس وخارجها، فقد كان من أبرز المصلحين الدينيين الذين دعوا إلى تجديد الفكر الإسلامي وإلى التوفيق بين الإسلام والحداثة، وقد كان له دور بارز في نشر الثقافة الإسلامية وتعريف العالم بالفكر الإسلامي. قال العلماء والباحثون عن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور العديد من الأقوال الإيجابية، ومن ذلك قال عنه الإمام محمد عبده: هو من أذكى الناس وأعرفهم بالفقه وأصوله، وأشدهم عناية بالحديث وعلومه، وهو من أقدر الناس على التحرير والإيضاح. قال عنه الشيخ محمد الخضر حسين: هو إمام في الفقه، وشيخ في أصول الدين، وعالم في الأدب، وشاعر في اللغة، وهو من أعظم الإصلاحيين في العالم الإسلامي. قال عنه الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي: هو من أعظم علماء الإسلام في العصر الحديث، وهو صاحب تفسير التحرير والتنوير الذي يعد من أهم التفاسير في العصر الحديث. قال عنه الدكتور محمد الغزالي: هو من أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، وهو صاحب مؤلفات قيمة في مختلف العلوم الإسلامية. وقد حظي الشيخ ابن عاشور بتقدير كبير من علماء العالم الإسلامي، وقد كرمته العديد من المؤسسات العلمية والثقافية، ومن ذلك حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام عام 1970، حصل على جائزة المجمع اللغوي العربي بدمشق عام 1971، حصل على جائزة الدولة التونسية التقديرية في العلوم الإنسانية عام 1972، وهكذا. فقد كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من أبرز علماء الإسلام في العصر الحديث، وقد ترك تراثا علميا كبيرا كان له تأثير كبير على الفكر الإسلامي في تونس وخارجها.